إدانة معتقل الرأي مرة أخرى. محاد قاسمي بثلاث سنوات، قبل أشهر حكمت عليه ما يسمى بمحكمة أضرار بخمس سنوات سجنا نافذة. انتقام شديد من محاد قاسمي، لأنه وقف مع إخوانه في الجنوب وبدعم كل الجزائريين أمام جريمة الغاز الصخري، عمرهم لا ينسوها له، ويريدون أن يضعوه في السجن لأنهم يشتغلوا على الغاز الصخري في السر الآن. وزيارة السيد الأمريكي قبل أسبوعين كان أيضا من بينها أن شركات أمريكية تدخل تشتغل على الغاز الصخري، مثلها مع شركة فرنسية أيضا، على الأقل واحدة فرنسية واحدة إيطالية وثلاث شركات أمريكية الآن كلهم راهم يتفقوا معهم أو في حديث معهم باش يشتغلوا في السر على الغاز الصخري. يريدون لمحاد قاسمي وأمثاله أن يظلوا في السجون أو مرعوبين باش هما يقوموا بجريمة الغاز الصخري وتدمير البيئة وتدمير المياه من أجل مزيد من الدولارات التي تحول وتنهب في الشكاير إلى إسبانيا وإلى إيطاليا وإلى فرنسا وإلى بريطانيا وإلى سويسرا وإلى الإمارات وغيرها من الدول. لن يسامحوه، أو شي يقول قبل فترة كنا مع الجيش كمؤسسة، مشكلتنا هو في الشق السياسي مع الجيش. ما دام الجيش راه يدير خطاب سياسي، وما دام الجيش مع المواد الدستورية، وما دام الجيش موجود في صالح القرار، حنا عندنا مشكل معاه في هذا الشق السياسي. أما الحلول الدستورية أو غير دستورية، رئيس متوافق عليه أو رئيس من داخل الدستور، حنا عندنا مشكلة مع الجيش في قضية أنه كيفاش تفرض عليا أنه ندير انتخابات وفق آليات كانت قديمة وفاسدة ونتاع التزوير وأشخاص كانوا متواجدين في التزوير وكانوا هما أم التزوير. وكيفاش ندير أنا كيفاش ندير تكيهم وكيفاش دير لي آليات نتاع مراقبة في فترة قصيرة في هذه؟ عندنا مشكلة، هذه المشكلة لازم تكلموا فيها. ما لازمش الناس اللي بغات تسيد الجائزة لهذا يسجنونه هو وإخوانه وأمثاله، لأننا نرفض سيطرة الجنرالات. هو سماها هنا الجيش، هي الحقيقة العبارة الأدق هي الجنرالات أو المافيا العسكرية بعبارة أدق أكثر، لأن نرفض سيطرة المافيا العسكرية على البلاد، نرفض سيطرة كمشة من الجنرالات الجهلاء الفاسدون والمفسدون، بعضهم قتل، كثير منهم خونة، بعضهم متورط في تجارة المخدرات، واسألوا بنويرة تتذكرون شهاداته بما فيهم شنقريحة. نرفض سيطرة كمشة من هؤلاء على البلاد وعلى تحويلها إلى ثكنة فاسدة ومفسدة، نرفض هذا ونريد قيام دولة مدنية. الجيش جيشنا، الجيش جيشنا، إخواتنا، إخواننا وأبناؤنا في الجيش، جيش الشعب. أما جزء من الجنرالات، وليس كل الجنرالات، فهم أعداء الجزائر، أعداء الحرية، أعداء الكرامة، أعداء الشعب، أعداء الوطن، وسيدفعون الثمن عند القاضي العادل وفي محاكمات عادلة، وليس في محاكمات انتقامية كما يفعلون مع الأحرار أو حتى مع بعض زملائهم. تسقط المافيا العسكرية، وستسقط بإذن الله، وستسقط المخابرات الإرهابية. يوما قريبا سينتصر الشعب الجزائري.